أنا تقديري بظل هاي الخارطة كليتها تعالوا نروح على المساحات المشتركة بلبنان اللي هي وين عم بتشوف مساحات مشتركة؟ طبعا عفاك سؤال حلو اللي وين خيي خطاب سمير جعجع ما في مساحة مشتركة نحن نحكي نحن وياه خطاب سامي جميل شو اللي هلق ردود الفعل العشوائية أو الهجومات العشوائية شيلني نحن سمير جعجع لما يحكيك بثلاث أربع ملفات وحدة لبنان عرفت كيف حدود لبنان رفض الفيدرالية شهداء المقاومة بالجنوب مساحات مشتركة تعالوا نحكي فيها طيب, بس ما طيب فارس سعيد ما عنده مساحات مشتركة بخطابه بس لحظة بكلامه يعني فارس منه وطني منه ما عنده خطاب وطني ما عنده خطاب توحيدي ما عنده خطاب رافض للمذهبية والكانتونات والتقسيم وكذا تعال نروح على الخطاب بنروح على الخطاب بنروح على المساحات المشتركة فيناش نكفيها بس معليك يعني المعنيين بالأمر ما شافوا فيها مساحات مشتركة يعني الرئيس بري قال انه في البعض ما حب يقرا او ما حب بمعنى اخر ما حب يفهم التطور بمبادرته يعني وكان عم بشير اكيد للدكتور جعجع يا اخي الرئيس بري يعني وشفنا الردود على الدكتور جعجع وقت اللي قال انه رئاسه لا بتمر من حارة حريك ولا مدخلة من عين التينه ولا يعني طب هيدي منا مساحه مشتركه هيدي كمان خطاب كان تصعيدي حكي للناس هالكبايه نصها ماي ونصها فاضي خلينا نشوف نص المليان عم. ما في مساحات مشتركة ما فيها الناس ما فيها تضل هيك الناس عم بتقوس على بعضها بلا طعمة ما فيها تضل هيك بالأخير بدك تروح على المساحات المشتركة وأنا رأيي الحزب عنده حاجة إنه يروح على المساحات المشتركة مع كل اللبنانيين حتى رغم انشغاله بالحرب في يروح يعمل حوارات مع كل الناس بدون استثناء مع مين يعني هون خليني بلش بالدكتور جعجع طالما اشرت له يعني برايك هالمساحه المشتركه او اللي شفتها انت مساحه مشتركه بكلامه مين اللي لازم يتلقفها يعني مين بتدعي انه يتلقف هذه الايجابيه بكلامه يلي عددتها انت اللي له الرئيس بري لازم يحييك اشطر واحد بهاي القصه الرئيس بري يعني هو لازم يحييك بس لازم نروح على المساحات المشتركة بس الرئيس بري عم بيقول لك انه صار في تطور بطرحه يعني بدل ما يكون في سبعة ايام حوار عم بيقول لك بضعة ايام انا في اطراف بالجبل ماني مغروم فيهم بس في مساحات مشتركة انا وياهم وحدة الجبل امن بالجبل حفاظ على الامن بالجبل عدم مساحات يعني بضل في 100 مساحة مشتركة انت الواحد هلا بس بدك تعمل مشكل كمان بتلاقي 100 مبرر للمشكل خلينا نروح على المساحة المشتركة طيب اذا رحنا على هالمساحات المشتركة فينا ننتج حلول فينا ننتج رئيس فينا نحيد حالنا عن العواصف بالمنطقة او ملزمين او بدون يخلصوا منهم لكلهم اف ايه طبعا بس يجي الحل الكبير اكيد بدهم يخلصوا منه لكن بتعرف شو عم ينرسم بالمنطقة؟ عم ينرسم تعرف هلا بالموضوع الفلسطيني الحوار اللي صاير بالاماكن المغلقة او الاماكن اللي تؤثر بالقرار عم ينحكى بدولة وحدة مثلا افترض فيها فيدراليات معينة عم ينحكى طبعا الإسرائيلي عنده مسار آخر هو تدمير السلطة الفلسطينية وإلغاء أوسلو وبلش فيه ومكفي فيه هيك عم ينحكى بضفة عفوا بغزة مين الصيغة ومين التركيبي ومين بده يعمر ومين يعني في عم بتركب الفازل بس انت كنت حكيت انه الخارطة بس انت يعني خارطة سايكس بيكو جديدة محطوطة هلق هون الخارطة ايه يعني الايراني معترض على هايدي التركي معترض على هاي الاسرائيلي معترض على هايدي كذا المصري معترض على هاي اوكي بس عمالي بتنرسم طيب هيدا الرسم عم بينرسم للرئيس الامريكي جديد ترسموا المؤسسة الامريكية طبعا إيه؟ اذا نحن على اعتاب انتخابات امريكية جديدة وادارة بتستلم بكانون الثاني يعني حتكون الدولة العميقة اذا بدنا نقول امريكا رسمة كل طبعاً هذا الامر أكيد أكيد يعني بغض النظر عن مين أكيد جاي اي رئيس أكيد أكيد جاي ينفذ هيدا المسؤول 100% 100%